يعد مشروع محطة توليد جنوب جدة البخارية من المشاريع الضخمة والاستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء، والمتطلع أن يدعم الشبكة بطاقة كهربائية تصل إلى 2640 ميجاوات في الصيف القادم من عام 2016 ميلادية. الجدير بالذكر أنه تم اختيار مشروع جنوب جدة من ضمن أكبر 100 مشروع من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في العالم، وذلك من قبل منظمة CGLA Infrastructure واشنطن دي سي. تقدر قيمة المشروع بحوالي 11.9 مليار ريال سعودي للمرحلة الأولى المكونة من 4 وحدات بخارية، وسيكون هنالك إمكانية لإضافة 6 وحدات مستقبلاً في المرحلة الثانية والثالثة. يتكون المشروع من عدد 4 وحدات توليد بخارية تقع بمبنى التوربينات، كل وحدة مكونة من توربينات ذات الضغط العالي والمتوسط والمنخفض والمتصلة بالمولد الرئيسي، بالإضافة إلى 4 غلايات للبخار صممت بأحدث التقنيات، وتعتبر أول محطة توليد بالسعودية تعمل بتقنية غلايات البخار فوق الحرجة Super Critical Boiler ذات كفاءة أعلى ب3% عن باقي المحطات، حيث أنها توفر قرابة 2 مليون برميل وقود سنوياً. يتم التحكم ومراقبة عمليات التشغيل للمحطة عن طريق غرفة التحكم الرئيسية والمجهزة بأحدث أجهزة التحكم وشاشات المراقبة. يحتوي المشروع على عدد 4 محولات رفع رئيسية، وتعتبر من أضخم وأكبر المحولات المستخدمة على مستوى الشركة لمثل هذا النوع من محطات إنتاج الطاقة، حيث يتم رفع الجهد إلى 380 كيلو فولت، ومن ثم يتم نقلها للشبكة بعد مرورها على محطة التحويل الرئيسية. يحتوي مشروع جنوب جدة على أجزاء رئيسية وأنظمة مساعدة لتشغيل الوحدات، حيث أنها تحتوي على عدد 6 خزانات للوقود الثقيل بسعة 120 ألف متر مكعب للخزان الواحد، والتي تعتبر من أكبر خزانات الوقود على مستوى الشركة. ويشتمل المشروع على عدة أنظمة لحماية البيئة من نزع للرماد الكربوني وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين ونظام المداخن في المشروع، حيث يصل ارتفاعها إلى 220 متر. يستخدم الزيت الثقيل كوقود رئيسي لعملية الاحتراق، حيث يتم تزويد الغلاية بالوقود عن طريق مضخات الوقود الرئيسية. كما تتم معالجة المياه وتحليتها عن طريق تقنية التناضح العكسي RO بسعة تصل إلى 7200 متر مكعب في اليوم. بعد ذلك يتم نزع الأملاح منها عن طريق تقنية التناضح العكسي أيضاً بسعة تصل إلى 4200 متر مكعب في اليوم. تعتبر الأعمال البحرية لمداخل ومخارج المياه في مشروع محطة توليد جنوب جدة من أضخم وأطول الأعمال البحرية على مستوى الشركة، حيث بلغ طول مدخل المياه 2.8 كيلومتر، وعدد 2 رصيف بحري لاستقبال سفن الوقود بقدرة 100,000 طن لكل رصيف، ويبعد عن الشاطئ بمسافة 3.3 كيلومتر، وبذلك يصبح أطول رصيف بحري على مستوى الشركة.